السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التخيل والإبداع، كتابة سيرة ذاتية أو غيرية. مرشدي في اللغة العربية. إذا بطبيعة الحال غادي نمشيو، المهم هو أننا غادي نديرو أنشطة التطبيق وأنشطة الإنتاج. إذا هذه أنشطة التطبيق، كيطلبوا منا واحد الموضوع: اكتب سيرة ذاتية عن ذكريات من حياتك في البيت الذي ولدت فيه، مصورا علاقاتك بأفراد أسرتك، ناقلا صورة عن الحياة الاجتماعية في وسطك. هنا غادي نديرو الموضوع، وهذا الموضوع ديال السيرة الذاتية غنديرو فيه جوج نماذج، وكذلك الموضوع الثاني غنديرو فيه جوج نماذج. إذا النموذج الأول سميناه ذكريات من بيت الطفولة، رحلة في عالم الألوان والعلاقات الأسرية. هذا النموذج واحد. باقي غنديرو النموذج جوج في الموضوع رقم واحد، في الموضوع الأول صفحة 119. إذا في أرجاء بيتي الصغير الواقع في حي الطفولة، تتداخل الذكريات مع روائح الطعام وأصوات الضحك والبكاء. هذا البيت الذي شهد بدايات حياتي وتكوين شخصيتي يعتبر مسرحا للعديد من اللحظات التي لا تنسى. العرض: يا بيتي يقع في وسط حي هادئ، حيث تلتقي روح المجتمع وتنمو العلاقات الاجتماعية. الفترة التي تحدث عنها تعود إلى الطفولة البسيطة، حيث كنت أعيش مع أسرتي المكونة من والدين وإخوتي الثلاثة. أعيش في بيت مليء بالحياة والنشاط، حيث تكونت روابط قوية بين أفراد العائلة. كانت الصالة المركزية مكانا للتجمع والحديث، والمطبخ ملجأ لروائح الطعام الشهية التي تسببت في ذكريات لا تنسى. كنت أشعر بالأمان والدفء داخل جدران بيتي، وكانت اللحظات العائلية تملأ حياتي بالفرح. كانت العلاقات بين أفراد العائلة مليئة بالمحبة والتفاهم. كنا نقضي وقتا ممتعا معا، سواء في اللعب في الفناء الخلفي أو في الرحلات العائلية. كان بيتنا مكانا يشبه الفيلم الذي يحمل في طياته قصصا ملهمة. هذا العرض ذو الخاتمة. إذا بيت الطفولة هو مدرسة الحياة التي ترسخ فينا القيم والأخلاق. يحمل البيت العديد من الدروس، سواء في التعامل مع الآخرين أو في فهم قيم العائلة. تبقى الذكريات محفورة في جدران بيتنا كتاريخ حي يروي قصة تكوينها. في نهاية المطاف يظهر بيت الطفولة كمرآة تعكس لنا صورة الحياة الاجتماعية. يعلم البيت أن العلاقات الأسرية القوية هي الأساس لبناء مجتمع سليم ومستدام. يدعونا بيت الطفولة لنحمل معنى لحياتنا، ونبني جسورا من المحبة والفهم في عالم يحتاج إلى أكثر من ذلك. النموذج الثاني في الموضوع الأول اللي كان قلنا فيه: اكتب عن ذكريات من حياتك في البيت الذي ولدت فيه. صافي، غنديرو موضوع النموذج الثاني: رحلة في بيت الطفولة، ذاكرة تنبض بالحياة والعائلة. مقدمة: في ركن بسيط من هذا الكون ينطلق سرد حياة لفتاة صغيرة، باعتبارك انت راك فتاة كتكلم على راسك. انطلقت من بيت الطفولة، بيت ممكن تقلبها ودير ولد لك تي ولد. بيت لم يكن مجرد جدران وأسرة، بل كان عالما مليئا بالألوان والضحكات والتحديات. سأشارككم قطعا من ذاكرتي، تلك الذكريات التي أسهمت في تشكيل من أنا اليوم. بيت الطفولة الذي ولدت فيه يقع في حي هادئ يشع بالبساطة والدفء. والفترة التي سأتناولها تعود إلى الطفولة الأولى مع وجود والدي وإخوتي الثلاثة كرفقاء في هذه الرحلة المميزة. كانت علاقتنا العائلية مليئة بالحب والترابط. يعيش مع والدي، اللذين كان ليس فقط والدين بل أيضا أصدقاء ومرشدين. اللحظات التي قضيناها معا كانت تمثل صفحات ملونة في سيرتي الذاتية. كانت الغرفة التي كنت أنام فيها تحمل آثار تلك اللحظات، بينما يتداخل الضحك والبكاء ليخلق سيمفونية الحياة العائلية.
بينما الطفولة ليس مجرد مكان للإقامة، بل كان مدرسة تعلمت منها قيم العمل الجماعي وأهمية التفاعل الإيجابي. في الفناء الخلفي كنا نلعب ونكون صداقات تعيدنا إلى ذكريات أو الذكريات إلى ذكريات البراءة والبهجة. خاتمة للنموذج جوج، في نهاية هذه السيرة الذاتية يبرز بيت الطفولة كمصدر للحياة والحب، يدعوني إلى التأمل في تلك الفترة الرائعة والتفكير في كيف أشكلت هذه الذكريات في شخصيتي، إن أو كيف تشكلت من أحسن. إن قيمة بيت الطفولة تظهر في استمرارية العلاقات العائلية وتأثيرها العميق على مسيرتي. تعلمت من بيت الطفولة أن الأماكن تحمل طاقة حياة خاصة، وأن العائلة هي الجذور التي ننمو من خلالها. بيت الطفولة يظل ملاذا للذكريات الجميلة وركنا تاريخيا في رحلتي الشخصية. إذا غنمشيو للموضوع الثاني اللي في الصفحة 119، والكمالة ديالو في الصفحة 120. صافي، اللي كيقول في تاريخنا شخصيات عظيمة ساهمت في بناء الحضارة. اكتب سيرة إحداها موظفا عناصر كتابة السيرة. هذه سيرة غيرية. ونشوفوا النموذج الأول والثاني. إذا درنا فيها جوج نماذج باش كل واحد يكتب النموذج اللي بغى. إذا سيرة الحضارة، الإمام الشافعي رائد العلم والفكر الإسلامي. نكتبوا على الإمام الشافعي سيرة غيرية. سأقدم لكم في هذا المقال أو في هذه السيرة إحدى الشخصيات الرائدة في تاريخنا الإسلامي، وهي الإمام الشافعي. اختياري له يعود إلى ساهماته الكبيرة في بناء الحضارة الإسلامية، خاصة في مجال العلم والفكر. الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي ولد في مكة المكرمة عام 767 ميلادية. نشأ في بيئة محاطة بالعلم والدين، حيث كانت مكة تعتبر مركزا ثقافيا هاما. توفي والده وهو في الرابعة من عمره، مما جعل الحياة تقتضي عليه مواجهة الصعاب بكل قوة. ابتعث الشافعي إلى العراق لدراسة العلوم الشرعية، حيث برع في فهم وتحليل القضايا الفقهية. مرزت مذهبه الفقهي الشافعي الذي توظف فيه المنطق والدليل من القرآن والسنة. كتب الإمام الشافعي العديد من الكتب في مجالات الفقه والأدب واللغة، مما أثرى التراث الإسلامي. خاتمة، باختصار تظهر حياة الإمام الشافعي لنا قيمة العلم و تحصيل، وكيف يمكن للفرد القوي أن يتغلب على الظروف الصعبة. قاد الشافعي حياة مخصصة لخدمة الإسلام والمسلمين، حيث ترك إرثا فكريا وقانونيا ثريا. إن قيمة حياة الإمام الشافعي تكمن في روح الاجتهاد والتميز، وكيف يمكن للعلم أن يكون مصدر قوة لتطوير المجتمع والحفاظ على هويته. تعلمنا من سيرته أهمية التفاني في العلم والتعلم المستمر، وكيف يمكن للفهم العميق للدين أن يسهم في بناء حضارة تستند إلى العدل والتسامح. هذا النموذج الثاني ديال الموضوع الثاني ديال أكتب سيرة غيرية في 1119. إذا نتكلم هنا على عباس بن فرناس. إذا تجسد شخصية التاريخ الإسلامي إرثا ملهما من الإبداع والابتكار. من بين هؤلاء العلماء البارعين يبرز اسم عباس بن فرناس، الذي خطى خطوات جريئة نحو عالم الطيران في القرن التاسع. دعونا نستكشف سويا رحلة هذا الشاعر والمهندس الأندلسي الذي كتب اسمه كتب اسمه في سجلات الإبداع والتحليق وفي علوي اسمع. لاحظوا أنا كنزل، ولكن أنت ممكن تقل الفيديو في يوتيوب، ممكن الفيديو تنقص له من السرعة أو توقف الشاشة تقرأ على خاطرك، أو تنقص له من السرعة، ممكن تنقص لي من السرعة ولا تزيد في السرعة اللي يعجبك.
إلى العام في عام 810 ميلادية ولد عباس بن فرناس في مدينة قرطبة الأندلسية، وكانت طفولته مملوءة برغبة الاستكشاف وحب العلم. بارع في ميدان الهندسة، ولكن ما جعله محط أنظار التاريخ كانت محاولته الجريئة في التحليق. في عام 875 قرر أن يحقق حلم الإنسان بالطيران، حيث قام بتصميم أجنحة اصطناعيتين وأجرى أول محاولة للطيران. على الرغم من فشل المحاولة في تحقيق الرحلة الكاملة، إلا أن هذه الخطوة الجريئة كانت لها أثر كبير في تاريخ الطيران. بن فرناس فتح الأفق الابتكاري والبحث في مجال الطيران، وأضاف بصمة لا تنسى إلى تاريخ العلم والتكنولوجيا الإسلامية. خاتمة في ختام هذه الرحلة القصيرة إلى حياة عباس بن فرناس، نتذكر أن الإبداع والتفاؤل هما محركان أساسيان للتطور والتقدم. بالرغم من تحدياته وفشله في المحاولة الأولى، فقد كتب ابن فرناس اسمه في سجل الشجاعة والإرادة. يظل إرثه العظيم شاهدا على روح التحدي والتفكير بالبناء التي تحملها شخصيات التاريخ الإسلامي. إذا كنساليو أنشطة التطبيق، دابا نمشيو لأنشطة الإنتاج. الإنتاج تاهما في جوج مواضيع، وكل موضوع من هادو نص الموضوع الأول نديرو فيه جوج محاولات، والنص الموضوع الثاني نديرو فيه جوج محاولات، اختار حتى اللي يعجبك. إذا نبداو الموضوع الأول ديال نرجعو، هذا ديال احكي عن فترة من حياتك تستعيد فيها تجربة أو ذكرى تريد أن تبلغ من خلالها فكرة أو عبرة. إذا المحاولة الأولى في عام 2018 اتخذت قرارا جريئا بالانتقال إلى بلد جديد لمتابعة الدراسة العليا، ولكن ما جعل هذه التجربة الاستثنائية كانت علاقة الصداقة التي نشأت في هذا السياق الجديد. كانت هذه الفترة ليست مجرد فصل دراسي جديد، بل كانت محطة رئيسية في رحلة حياتي. كان أول لقاء مع زملاء الدراسة في الجامعة لحظة ذهبية. كنت محاطا بأشخاص من خلفيات ثقافية متنوعة، وكانوا جميعا يشعرون بنفس التحديات التي كنت أواجهها. بدأت بالتواصل معهم، وسرعان ما أدركت أنهم ليسوا مجرد زملاء دراسة بل أصدقاء حقيقيين. أثناء مشاركتنا في أنشطة الجامعة وفعاليات اجتماعية، نمت روابط الصداقة وتشكلت مجموعة صغيرة من الأصدقاء المقربين. كان لدينا لحظات ممتعة وأخرى صعبة، ولكن مشاركة تلك التجارب جعلت الصداقة أكثر عمقا. من خلال هؤلاء الأصدقاء تعلمت أهمية الدعم الاجتماعي في التأقلم مع التحولات الحياتية. كانوا يشكلون شبكة داعمة تساعدني في تجاوز التحديات والتحليق بعيدا عن منطقة الراحة. كانوا ليس فقط زملاء دراسة، بل كانوا جزءا لا يتجزأ من تجربتي الحياتية الجديدة. إن دمج الأصدقاء في هذه التجربة ليس فقط مكملا للدعم العاطفي، بل أضاف أبعادا أخرى إلى مفهوم الصداقة وقيمها في تكوين هويتنا وتأثيرها الإيجابي على رحلتنا في الحياة. هذه المحاولة الأولى، ندير واحد المحاولة الثانية. في أول يوم لي في العمل، كانت مشاعر الترقب والتحمس تختلط بالتوتر والحماس. كانت الساعات تمر ببطء، والفضول يتسلل إلى ذهني حول كيفية استقبال الفريق والتكيف مع البيئة الجديدة. كنت أعيش في تلك اللحظات بمزيج من الشك والتفاؤل، ولكن اليقين بأنه يوم جديد كان يحمل معه فرصا للتعلم والنمو. في لحظة دخولي للمكتب كنت أرى وجوها مبهجة وابتسامات ترحيب، وهذا الجو يودي ألف دفئا على بداية يوم. تم تقديمي للزملاء والتعريف ببيئة العمل والأنشطة اليومية. كانت التجربة تشبه قليلا الانطلاق في مغامرات جديدة. بينما كنت أستمع للإرشادات والتوجيهات، بدأت أشعر بزيادة ثقتي تدريجيا. الفريق كان متعاونا ومستعدا لمساعدتي على فهم أمور جديدة. كانت الطاقة الإيجابية تنعكس من حولي، وهو ما جعل اليوم أكثر إشراقا. على الرغم من التحديات الطبيعية التي تأتي مع بداية جديدة، إلا أن أول يوم في العمل كان مليئا بالتحفيز والفرص.
ترك ذلك اليوم بصمة إيجابية على تفكيري وفتح أمامي أفقا جديدة أو أفقا جديدا في من الفرص لتحقيق إسهاماتي في فريق العملي وتطوير مهاراتي المهنية. باختصار، كان أول يوم في العمل تجربة مثيرة وبناءة، تركت لي ذكريات إيجابية وحماسا لاكتشاف المزيد في رحلتي المهنية. هذه المحاولة الثانية ديال الموضوع الأول، نمشيو دابا الموضوع الثاني اللي كيقول احكي عن شخصية أثارت إعجابك بما قدمته من أعمال أو خدمات وبرز نشأتها ودورها في الحياة. غنديرو النموذج ديال ملكة رانيا عبد الله، ملكة الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية. الشخصية التي لوحد الألف واللام، الشخصية التي أثارت إعجابي بشدة هي ملكة رانيا عبد الله، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية. إن تأثيرها ومساهمتها الإيجابية في مختلف المجالات أثبتت أن القيادة يمكن أن تلعب دورا حيويا في تحسين حياة الناس. ملكة رانيا ولدت في الكويت ونشأت في عائلة من التربية الهاشمية، تأثرت بتجاربها الشخصية والاجتماعية خلال سنوات نشأتها، وقررت أن تكرس حياتها للعمل الإنساني وتحسين ظروف حياة الفرد والمجتمع. من خلال دورها كملكة، لم تقتصر الملكة رانيا على القيام بالواجبات الرسمية فقط، بل نشطت بشكل كبير في مجالات مثل التعليم والصحة وحقوق المرأة. شكلت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية مبادرة رائدة لتعزيز التعليم في المنطقة وتوفير فرص للشباب. الملفت للنظر في شخصية ملكة رانيا هو التزامها القوي بقضايا حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. كملكة وكسفيرة عالمية، سعت جاهدة للتحدث باسم الأشخاص الضعفاء وتسليط الضوء على قضايا التعليم والصحة العامة. بشكل عام، تظهر شخصية ملكة رانيا عبد الله كمثال يلهمني بالتفاني والالتزام في خدمة الإنسانية. تقديري لها يأتي من رؤيتها الشاملة والمستدامة للتغيير الإيجابي، والتي تبرز الدور المؤثر للشخصيات القيادية في تحسين حياة الأفراد والمجتمع. المحاولة الثانية، إحدى الشخصيات المغربية الملهمة هي الكاتب والفيلسوف أحمد بن زروق. ولد في فاس بالمغرب في القرن التاسع، وكان له دور كبير كان له كان له دور كبير في تطوير الفكر العربي الإسلامي. أحمد بن زروق كان عالما متعدد المواهب، حيث تأثر بالعلوم والفلسفة والأدب. كان لديه إسهامات كبيرة في فهم الثقافة والعلوم، وعرف بفهمه العميق للشؤون الاجتماعية والفلسفية. من أبرز أعماله الكتاب المتحدث، الذي يعد من أهم المراجع في الفلسفة والأدب، وتتناول أعماله مواضيع تشمل الأخلاق والفلسفة وعلم النفس. ما يميز شخصية أحمد بن زروق هو رغبته في دمج العلوم والأخلاق، وتشجيعه على البحث والتعلم المستمر. ترك تأثيرا دائما في التفكير العربي، ويعتبر إحدى الشخصيات المغربية التي ساهمت في تعزيز التراث الفكري والثقافي في المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله.